السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلبة الصف الخامس الابتدائي بالفصل الدراسي الأول ودرس جديد من دروس اللغة العربية. سنتوقف اليوم عند التعبير الكتابي وموضوع إنتاج نص قصير يتضمن حواراً. نتوقع منك عزيزي الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس تحديد العناصر اللازمة لكتابة نص قصير يتضمن حواراً، إكمال حوار بعبارات ملائمة سليمة واضحة. عزيز الطالب، حتى تتمكن من فن الحوار أرجو إحضار المدونة الشخصية لك. فن الحوار أعزائنا من أهم المهارات الهامة في حياتنا اليومية، وحتى تكون متحاوراً لبقاً أرجو حسن الاستماع والانتباه لما سيعرض عليك اليوم. فلنبدأ. سنقرأ معاً فأرجو الملاحظة الجيدة، هيا بنا. في أحد الأيام اجتمع أحمد وعلي ومحمود في ساحة المدرسة في أثناء الفسحة، وبعد الانتهاء من تناول وجبتهم انزعجوا من منظر ساحة المدرسة المليئة بالأوراق المتناثرة وفضلات الطعام. فقال علي: ما هذا المنظر؟ فضلات الطعام والأوراق في كل مكان؟ أجاب أحمد: ماذا نفعل؟ إن عامل النظافة لا يستطيع أن ينظف كل هذا بمفرده، فالساحة فسيحة. بينما قال محمود: لا بد أن نشجع زملاءنا على وضع بقايا الأوراق وفضلات الطعام في الأماكن المخصصة لها. فبدأ كل واحد منهم يقدم اقتراحاً، فقال علي: نصمم بعض اللوحات والعبارات والصور التوعوية التي تدعو للحفاظ على نظافة الساحة المدرسية، ونعلقها في الساحة والممرات. قال محمود: ونحرص على توزيع سلال المهملات في جميع أرجاء الساحة المدرسية. أما أحمد فقال: ممتاز، اقتراحات جميلة، وسوف نشرك جميع زملائنا في تنفيذها، لأن نظافة المدرسة وجمالها لن يتحقق إلا بتعاون الجميع. وبعد عدة أسابيع أثمرت تلك الجهود الحريصة على التضامن والتعاون، وأصبحت المدرسة أكثر نظافة وجمالاً. بعد الانتهاء من القراءة سنحدد أسئلة لفهم الحوار. السؤال الأول: من المتحاورون في النص السابق؟ السؤال الثاني: حدد زمان النص ومكانه. السؤال الثالث: ما موضوع الحوار؟ الرابع: ما الأمور التي يجب أن نراعيها عند كتابة الحوار كما لاحظت في النص السابق؟ فلنرجع للنص السابق. نلاحظ أن هذا النص كتب على هيئة حوار، وعلامات الترقيم أحبتي من الأشياء الهامة الذي لا بد أن تتقنها وأنت في هذا السن. فلنلاحظ، يبدأ الحوار بعلامة الترقيم الشرطة، وهو أمر هام جدا. وعند تسمية الشخوص هنا: علي، أحمد، محمود، فالشخصيات لها أسماء. ونلاحظ هنا عند طرح السؤال وضعنا علامة للاستفهام، بينما هنا عندما تحدث علي وضعنا النقطتان مقول القول، وبعد انتهاء الجمل نضع النقطة. فلنرجع إلى الأسئلة. من المتحاورون في النص؟ المتحاورون هم
أحمد علي ومحمود. الزمان في النص في يوم من الأيام، والمكان في ساحة المدرسة. موضوع الحوار هو أهمية التعاون لنظافة المدرسة، الأمور التي يجب أن نراعيها. كتابة الحوار على شكل جمل قصيرة ومتسلسلة مع فصل كلام كل متحاور على حدة باستخدام علامة الترقيم الشرطة. ما هو الحوار؟ هو شكل من أشكال الإنتاج الكتابي يتطلب حديثاً يدور بين شخصين أو أكثر حول موضوع ما. أما الآن فلنطبق ما تم تعلمه. أكمل ملء الخريطة الآتية بعناصر الحوار كما فهمتها من النص السابق. هل أنتم مستعدون لذلك؟ إذن فلنحضر المدونة الشخصية. عناصر الحوار هي الشخصيات، ولا بد أن نعطي لهذه الشخصيات مسميات. موضوع الحوار، الزمان والمكان، وكلما تم تحديد الزمان والمكان كان الموضوع أكثر دقة. نصل الآن إلى النشاط الختامي لفن الحوار. السؤال: أكمل الحوار الآتي الذي يدور بين أفراد أسرة محمد لأنتج نصاً حوارياً حول أهمية التعاون بين أفراد الأسرة. في يوم الخميس الماضي عاد الأب من السوق محملاً بمستلزمات المنزل من أقراض وحاجات، وكانت الأم منهمكة في إعداد وجبة الغداء، وكانت الجدة تصلي صلاة الظهر. وبعد الانتهاء من صلاتها ذهبت الجدة لغرفة الأبناء، فرأت مريم تتصفح بعض المجلات ومحمداً يلعب ببعض الألعاب الإلكترونية، فدار بينهما الحوار الآتي. أعزائي، فلنتخيل ماذا دار بين أفراد الأسرة. أحسنتم، تفكير جميل. الجدة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجدة: هل انتهيتما من أداء الواجبات المدرسية؟ محمد: نعم يا جدتي، لقد أتممنا الواجبات المدرسية على أكمل وجه. الجدة: لقد عاد أبوكما للتو من السوق، ولا بد أنه تعب بعد عناء يوم طويل، وأمكما مشغولة في المطبخ، أليس من الأفضل أن تبادر إلى تقديم المساعدة؟ أجابت مريم: ولكننا ما زلنا صغاراً يا جدتي، والأعمال المنزلية شاقة علينا. أحسنتم الأداء. قالت الجدة: إن التعاون وتقديم المساعدة بين أفراد الأسرة ليس مرتبطاً بالسن يا صغيرتي، فجميعنا نستطيع أن نقدم المساعدة وإن كانت بسيطة، فالتعاون يقوي أواصر المحبة بيننا ويعود كل فرد منا على تحمل المسؤولية ويخفف التعب والإرهاق عن الوالدين. قالت مريم: صدقت يا جدتي، سأذهب فوراً لمساعدة أمي في إعداد مائدة الطعام. الجدة: بارك الله فيك يا حفيدتي الصغيرة. قال محمد: وأنا سأساعد والدي في بعض الأعمال الزراعية في الحديقة. قالت الجدة: بوركت يا صغيري، فما أجمل التعاون.
سعدت برفقتكم، شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.